بسم الله الرحمن الرحيم. حالة بقرة بترضع نفسها فنترال بارشال جلوستوكتومي، ودي بقى ذهبت في الكاو، ودي طبعا بتعمل خساير في اللبن. بنبدأ أول حاجة بالليجيشن أو ربط اللسان علشان نمنع النزيف. بنبدأ بربط اللسان علشان نمنع النزيف. علشان نمنع النزيف بنربط بخرطوم جلوكوز. طيب العمليه بنعملها ازاي؟ جاست اباف ذا فيرينيليوم لينجوي، الحاجز بتاع اللسان، انتل تو ذا تيب اوف ذا تانج. تمام. بنسيب 3 سنتي من التب. تمام. بنخدر طبعا الحيوان اندر ترانكرايزر، بنخدر بليدوكاين 2% مكان العملية. ليدوكين 2%، ليدوكين 2% مكان اللوكال انفلتريشن. مكان العملية local infiltration. قلنا بنعمل عملية just above the perineum lingui until to the tip of the tongue. بنفوت 2-3 سنتي من التب بتاع التانج. طبعا هي العملية winged sheep. ادي الwinged sheep هنعمله، ادي الwinged sheep، ادي الwinged sheep. ادي الwinged sheep. طبعا مش سطحية، هي بناخد massive tissue. ماسف تيشو يعني بنتعمق في اللسان لجوه. ماسف تيشو دي الوينج تشيب بالسيزرز، ونروح شايلينها. ادي السيزرز اهو، بنروح شايلين الوينج تشيب دي على راس البقرة. تعال نصب دوس على قرن البقرة. ادي الوينج تشيب، شلنا الوينج تشيب اهي، الوينج تشيب بعدل مكان العمليه وانضف. تاخدها طيبة؟ تاخدها لسان طيبها؟ ممكن نعمل الخياطه سيمبل انتربتد او ماتريس. بنبدا في السليم الاول، بنبدا في السليم الاول. طيب عشان الرابطة ما بتفلش بنعمل ايه؟ بنعمل 1 2 3. تمام. وبنروح رابطين. تمام. بحيث ان ايه الرابطة ما تفلش. وندي 1 2 3 4 زي ما انت عايز، مكن الخياطة بتاعتك. تمام. انا اخد واحده تاني سيمبل انتربتد. سلام ورحمه الله وبركاته. واحده تاني سيمبل انتربتد. سيمبل انتربتد. وهنعمل برضو نفس الحكايه، 1 2 3 عشان رابطه ما تفلش. وندي 1 2 3 4.
هنعمل واحدة تلت عشان تثبت في اذهانكم. واحد اتنين تلاتة وبنشد كويس كده، شايف الرابطة ما فلتش عشان الليه الجرح ما يوسعش تاني. هنكمل بنفس الكلام كده سيمبل انتربتد. شغلت. هناخد غرزتين، احنا عرفنا طبعا سيمبل انتربتد. سيمبل انتربتد تمام. اخر غرزة سيمبل انتربتد. بعد كده بجهز الكوبايتين هنفك الليجيشن، وبعد ما نفك الليجيشن بنرش شوية مية على اللسان كده. فكين الليجيشن، الدم هيمشي في اللسان، ما نحطش في مناخيرها تمام. كده البليدنج وقف. صور لنا، صور صور صور. أنا صور؟ لا هو صورك. صور عمك ناصر. طبعا دي حالة باد هابت في الكاو، وتمت العملية. وشكرا دكتور محمود حماد المنياوي، وكل سنة وانتم طيبين. سلام.